بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش أحوالكم أخواتي؟ إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. وانتم تشاهدوا فيديو اليوم، قبل ما نبدأ في وصفتنا وحلوتنا لنها اليوم، نحب نشكركم كامل على تعليقاتكم الرائعة ودعمكم لقناتي، ونرحب بكل مشتركة جديدة انضمت للقناة، وإن شاء الله نقولها تستفادي من الوصفات اللي فيها. أما حلوتنا لنها اليوم، بما أنه رانا مقبلين على عيد الأضحى إن شاء الله، اختاريتكم بعض الحلويات اللي نقدموها في عيد الأضحى. من بينها هاد الحلوى المعسلة، تجي تهبل وبنينة وطرية ما شاء الله. تعرفوا في عيد الأضحى هكا من المصوطية تاع اللحم نحبوا حاجة تكون حلوة، حاجة معسلة، فهاد حلوى توالم بزاف في عيد الأضحى، وسهلة التحضير بلا مول بلا يعني طابع، تحضريها بكل سهولة، تخرج لك كمية كبيرة ما شاء الله، خصوصا إذا درتي الحبات صغار. فبلا ما نطول عليكم، هيا معايا نمروا طريقة تحضير المقادير مع بعض. بسم الله. أول شيء نحتاجو 125 غرام من المارغرين، من الأحسن تكون طرية كما تشوفوا فيها. راح نزيد معها زوج مغارف كبار من السكر الناعم، يكونوا معمرين مليح كما تشوفوا معايا دركالة بهذا الشكل. أول شيء نخلطوهم جيدا مع بعض، من بعد نضيفو لهم باقي المقادير، وهذه أحسن طريقة. تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي، تقدروا تستعملوا الفوي، ولا حتى اليدين تاعكم كما تحبوا. بعد ما تخلط لي جيدا السكر مع المارغرين، راح نضيف 3 مغارف كبار من الزيت النباتي، بهذه الطريقة. راح نخلط غير شوية برك، ومن بعد نزيد معاه البيض. بالنسبة للبيض، لهذه الكمية تاع المارغرين 125 نحتاج بيضة وصفار بيضة. إذا استعملتيو 250 ضيفوا بيضة كاملة وزوج صفار. ثم عندي هنايا كاس خليط بين جلجلانية وكاوكاو محمص وملح رقيق. راح نخلط هذه المقادير كامل مع بعض مليح. وكما تعرفوا الكاوكاو والجلجلانية كي تخلطوا مع بعضهم وتحطوهم في الكاطو يعطيوكم واحد البنة ما شاء الله تهبل البنات. جربوا هاد الوصفة بهذه الطريقة وراحين تحبوا هاد الحلوى بزاف. إذن هنايا بعد ما تخلطوا لي كامل المقادير، راح نجيب الفارينة تاعي وأيضا نجيب الخميرة باش نبدأ نضيفهم للباقي المقادير. عندي هنايا الفارينة راح نضيفها تدريجيا. أول حاجة هنايا حطيت زوج مغارف، نزيد معها نص ملعقة صغيرة تاع خامية الحلويات، ومن بعد نخلط. نبدأ نجمع العجينة تاعي عادي كيما نجمعوا عجينة الصابلي بلا ما نعجنوا، غير نلموا فقط بهذا الشكل. وهنا من الاحسن يعني تدخلوا اليدين تاعكم هكا باش تحسوا العجينه، باش ما يعني ما تشيحوهاش بزاف بالفارينه. اذا بهذه الطريقه نضيف بشويه ونخلط حتى نتحصل على قوام العجينه المطلوب. هنا ضروري نجمعوا العجينه اللي تكون متلاصقه في الاناء نتاعنا، يعني نلموها كامل بهذا الشكل. بالنسبة للعجينة ما تكونش يعني تتلاصق بزاف في يديكم، ما تخليوهاش جارية، وأيضا ما تنشفوهاش بزاف حتى تولي تتفلق معاكم. فباش تتشقق معاكم تجيكم مشقة الحلوة تاعكم تجي خفيفة، خليوها شوية طرية كيما هكالا بهذه الطريقة. شوفوا هي تبان لكم طرية، لكن لما تكوروها تتكور معاكم بكل سهولة وبلا ما تتشقق. إذا هنايا راني كورت الحلوة تاعي، وزن الحبة 25 غرام، اللي تحب يعني وزن يكون أصغر تصغر دير 20 غرام فقط، اللي تحب الحلوى تاعها تجي كبيره دير حتى 30 غرام. عندي بياض البيض اللي كنت احتفظت به من الاول، وعندي كاوكاو محمص ومرحي لكن مش محمص مليح لانه راح يزيد يتحمص مع الحلوى تاعنا. اول شيء نحط الحبات تاع الحلوى او العجينه في بياض البيض، ونحطها في الكاوكاو كما نخدمو المشوك بهذه الطريقه. وهنا الكاوكاو نسيت ما قلت لكمش تغربلوه باش تنحيوا له هذاك الدقاق اللي يكون فيه، باش الحبة تاع الحلوى تاعكم تجي يعني مشوكة وتجي باهية في الشكل نتاعها. بهذه الطريقة نحاول نعدلها، وبنفس الطريقة نعاود كامل الحبات اللي عندي وراح نرمدهم في الكاوكاو. الفرن البنات نشعلوه على 180 درجة ونخليه يسخن جيدا قبل ما نبداو نحضرو في الحلوى تاعنا هكا بنقواه سخون. بالنسبة أيضا للحلوى، إذا حبيتيوها يعني تجيكم محافظة على الشكل تاعها هذا الدائري، حطوها في الكيسات وطيبوها كما راح ندير انا. اما اذا تحبوها تجي يعني مبسطه، حطوها بلا كيسات وخليوها تطيب، راح تتشقق لكم وتجي يعني الحجم تاعها عريض، يعني ماشي كما تجي في الكيسات، تجي كما المشوك
يعني الاختيار يرجع ليكم. عندي حبات من اللوز بالقشور وحبات من اللوز بالقشور، راح نحطهم في بياض البيض ونحطهم في وسط الحبات على الحلوة تاعنا. نضغط بعد الطريقة. والتزيين يبقى اختياري، تقدروا تخليهم كيما راهم، تقدروا تزينوهم بالجوز، تقدروا يعني تخليهم كيما راهم يطيبوا من بعد تزينوهم بالكرز المجفف كيما تفضلوا نتوما. ندخلوهم الفرن نخليهم حتى ياخذوا اللون الذهبي من تحت، نشعلوهم من فوق يحمروا شويه ونخرجوهم. لما نخرجوهم مباشره راح نسقيهم بالعسل كما راكم تلاحظوا، يعني نعسلوا الحبه تاعنا جيدا باش يتعسلوا للقلب ويجيونا طريين. بهذه الطريقه نحط لهم مليح العسل. بالنسبه للعسل هنايا انا كنت دفيته شويه باك باه يطلق لي روحه وما يجينيش ثقيل، وشربت بيه الحلوه تاعي مليح، خليتها حتى شربت جيدا. من بعد نحيت لها الكيسات هذوك اللي كانوا طابوا فيها وحطيتها في كيسات جدد كما تشوفوا. وهذه حلوتنا صارت جاهزه كما راكم تلاحظوا، الشكل تاعها يجي بزاف باهي، راح تتشقق معكم الحلوه. كما قلت لكم ما تخليوهاش ناشفه بزاف، خليوها شويه طريه باش كي طيب تشقق معكم يجي الشكل تاعها باهي. هذه حلوتنا لنهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم ورضاكم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم، تخليوا رايكم في التعليقات. لاول مره يزوروا قناتي نتمنى يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس باش يوصلهم جديد القناه ان شاء الله. مازال ان شاء الله بعض الحلويات اللي تصلح العيد الاضحى راح نشاركها معكم ان شاء الله في الايام المقبله. كالعاده ما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش يوصل اكبر عدد من الناس ويستفادوا من الوصفه. شوفوا حلوتنا كيفاش تجي مشربه ومعسله حتى للقلب، تجي طريه تذوب في الفم. ننصحكم تجربوها لانه تجي بزاف بنينه. اما انا نتلقى معكم في وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.